في مديرية القطن بحضرموت يفتتح مستشفى العزل العلاجي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في مستشفى الحياة، وهو أول مستشفى خاص لعلاج مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، حيث يضم تجهيزات ومعدات صحية متطورة بدعم من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية. جمال الحالمي ومعه عدد من زملائه الممرضين سيشرفون على الحالات المصابة بالفيروس بعد تلقيهم دورات مكثفة في التعامل مع مصابي فيروس كورونا وطرق التعامل مع غرف العناية المركزة. يكمن دورنا هنا بوجودنا استقبال الحالات المشتبهة أو التي مصابة ومراقبتها إلى حين تماثلها للشفاء، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية ونعمل واجبنا بأكمل وجه. يمثل هذا الافتتاح لمستشفى العزل العلاجي الذي حضره محافظ المحافظة فرج البحسني نقلة نوعية في المجال الصحي من خلال الاستعداد التام لمواجهة انتقال وتفشي الفيروس، حيث يحتوي هذا المرفق الطبي على 51 سريرا قابلة للازدياد و16 سريرا للعناية المركزة، بالإضافة إلى طاقم طبي متخصص. المستشفى طبعا يضم خيرة شباب أبناء القطن من استشاريين، وعددهم 4 استشاريين، كذلك 6 أطباء عموم و25 من الكادر التمريضي، إضافة إلى الكادر الخدماتي الذي يصل كمرحلة أولى إلى 110 ثم سيرتفع إلى 160 كادر. المستشفى أيضا مجهز ببرنامج مهم جدا الذي هو يحد من انتقال الأطباء والممرضين والمختبرات وغيرهم إلى أماكن أخرى. هذا النظام يتم فيه إدخال بيانات المريض وتنتقل آليا إلى الصيدلية وإلى المختبر وإلى أي مكان يحتاج المريض سواء كان أشعة أو غيره. منذ إعلان حالة الإصابة بالفيروس في مدينة الشحر بساحل حضرموت، تتأهب السلطة المحلية بالوادي إذ افتتحت عدد من غرف العزل في مستشفيات عدة هنا في وادي وصحراء حضرموت استعدادا لحدوث أي طارئ فيما يتعلق بكورونا. مركز العزل الخاص لعلاج فيروس كورونا أعاد الحياة لمستشفى الحياة بمديرية القطن، والذي تعثر مشروعه لما يقارب العقد من الزمن، وهو أحد أهم المشاريع الحيوية الصحية في وادي حضرموت. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مستشفى الحياة بمديرية القطن.